طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده تكملة، او هي حاجة طبعا ماتيماتكس، بس هيبقى تكملة الكورس الماتلاب، لان احنا هنستخدم الماتلاب في حل حاجات نيوميريكال او حاجات ماتيماتكس. فاسم الكورس هو نيوميريكال اناليسيس بروجرامينج، اوكي. رقم الكورس هو 301 ماث. طبعا الكورس دوت هيبقى ليه ليكتشرز وتوتوريال واللاب في قلب المعمل، يعني لو في حاجه توتوريال هتحل بالقلم وهيتحل على البورد في قلب اللاب، عشان في ساعات كان في بيبقى توتوريال لوحده واللاب لوحده والمحاضره لوحدها. اوكي، عارفين يعني توتوريال زي شيت بنقعد نحله مع بعض، مش حاجات عجاز. اوكي، طبعا لا تعرفوني، وائل زكريا، مدرس في القسم هنا قسم الرياضيات. الايميل بتاعي هو لو حد عايز يتواصل معايا اهو، وائل زكريا @sci.acu.edu.eg. الاوفيس اورز بتاعتي ان شاء الله تبقى ساندي بعد المحاضره. اوكي، انتوا فاضيين؟ اوكي، يعني ان كيس ان انتوا عايزين حاجه مني بس. اوكي، واللاب هيبقى ان شاء الله يوم الخميس من 10 12، صح؟ اوكي، اتفضل. الماده طبعا 3 كريدت اورز، هيبقى 2 ليكتشر و2 لاب. ده الكتاب اللي هو الريفرنس اللي احنا بنشتغل منه، اللي هو نيوميريكال ميثود فور انجينيرز بتاع شابرا. وده الكورس كونتنت. هو اولا قبل ما نقول الكورس كونتنت، يعني ايه نيوميريكال؟ حاجه بحلها كده بالارقام بقى، وحاجه نيوميريك يعني بحلها رقميا. الموضوع يا جماعه ان انتوا لو عايزين نعمل تفاضل او ديفرنشيشن لفانكشن اكس سكوير بكام؟ ب 2 اكس. طب لو عايزين نعمل ديفرنشيشن ل اي تو ذا باور اكس كذا. طب لو عايزين بقى نعمل ساين اوف اكس تو ذا باور اي اوف اكس ديفايدد باي ساين، ومش عارف لما الموضوع يكبر كده، ميبي الاناليتيكال اللي هو الحل بالقلم والورقه وكده ممكن ما نعرفش نعمله. ففي الوقت ده بنلجا للنيوميريكال، بيبقى في ميثود نيوميريكال بتقرب الحل للحل الحقيقي، مش دايما الحل الحقيقي. يعني هو بيبقى ابروكسيميتد فاليو، حل تقريبي مش حل اكزاكت، لان انا مش قادر احلها اكزاكت. اوكي، فهناخد بقى ازاي اعمل طريقه حل للسولفنج نون لينير ايكويشن. فاكرين نون لينير ايكويشن؟ اي حاجه بسيطه كده، اف اوف اكس مثلا بتاعتي بتساوي اكس سكوير، سوري، اكس سكوير بلس 5 اكس بلس 6. فاكرين اناليتيكال كان بيعمل ايه؟ يا اما يعملها كده ويبدا يدور، يا اما يحلها بطريقه اللي هو ناقص بي زائد او ناقص جذر بي سكوير ماينس 4 اي سي، صح؟ ففي طرق عاديه ممكن تحل بيها. ان كيس ان انت وصلت بقى لفانكشن ولا عارف تحلها بده ولا بده ولا بده، نعمل ايه؟ بنبدا نلجا للحل النيوميريكال. هوريكم امثله دلوقتي. اوكي، فالسولفج نون لينير ايكويشن معناه انا عايز اجيب الروت للايكويشن دي. انتربوليشن، في حاجه اسمها انتربوليشن ونيوميريكال انتجريشن والريجريشن والسولفنج سيستم وفينير ايكويشنز، وبعد كده النيوميريكال ميثود اوف سولفنج اوردر ديفرنشال ايكويشن. يعني مثلا ممكن اختار واحده اتكلم عنها والباقي هيبقى ان شاء الله في وقتها نتكلم عنها. زي الريجريشن مثلا، يقول لك الريجريشن دايما عندك نقاط اكس ونقاط واي. لما بتاخد معادله، سوري، لما بتعمل اكسبيرمنت مثلا في فيزياء او وات ايفر، فين بتحط نقاط في اكس وواي وبتحاول تجيب فانكشن تفت، او احنا كنا زمان بنرسمها بالمسطره كده، نحاول نشوف ايه الخط اللي يفت النقط. عند اكس بقى اروح مارد الخط اروح جايب واي، تبقى كده عند شويه نقاط محطوطه كده، فتقولي والله ده احسن خط. طب عند اكس بقى بكذا، انا ما سجلتهاش في الفيزياء في الاكسبيرمنت اللي هي، تروح عامل كده، يبقى الواي هنا. فدي اسمها ريجريشن. طبعا احنا كنا بنمد مسطره ونفت. طبعا لا، الموضوع مش كده بقى. الموضوع ان انا ممكن ايه، لا، معادله خط مستقيم او ستريت لاين ايكويشن دي مش هتنفع. طب امال اعمل ايه؟ ممكن اعمل مثلا حاجه كده تبقى فانكشن للدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه.
فده معناه ان انا اجيب فانكشن تقدر تعمل فيتنج للبوينتس الموجوده عشان بعد كده تعمل بريدكشن تتنبا بحاجه جديده. اوكي برضه هندخل في الديتيلز في كل واحده. طيب تعالوا ندخل بقى في الموضوع ده. السؤال طبعا البديهي جدا، احنا بناخد نيوميريكال ليه؟ فبيقول لك نظرا للليك اوف اناليتيكال سوليوشن، في مشكله عندي في الاناليتيكال، يعني انا جيت احل حاجه اناليتيكال ما عرفتش، زي تفاضل حاجه صعبه جدا مش عارف، طب تكامل حاجه صعبه مش عارف، ملهاش قوانين عندي، دي حاجه جديده، حاجه صعبه جدا، ممكن اقعد افاضل اخد وقت كبير قوي. تاني حاجه ان طبعا وجود الكمبيوتر ان انا اعمل له حاجه نيوميريك وادي له ارقام ويابروكسيميت يليف يعمل لوبينج يعني سهله، الكمبيوتر مش هياخد ثواني في ايديه وهيروح مخلصها. فنظرا ان التكنولوجي بتاعت الكمبيوترز حلو قوي نيوميريكال نحل بيه معايا. وطبعا في باكجز كتيره بتسبورت الكلام دوت، فبرضو ادانا فرصه ان احنا نشتغل نيوميريكال، ودي طريقه ثانيه للحل. بس خلينا نقول يعني ايه الترناتيف اندرستاندينج في ماثماتكس، عندي مشكله عرفت احلها اناليتيكال هحلها كمان نيوميريكال عشان اميك شور ان النيوميريكال اناليس او النيوميريكال ميثود حلوه زي الفل. اوكي يعني مثلا عايز اجيب روت لفانكشن جميله قوي بتتحل اناليتيكال حلو جدا، طب حلها لي بقى بالابروكسيميتد فاليو اللي انا ابروكسيميتد ميثود اللي انا قلتها لك، فتقول لي طيب تمام تمام ده تصدق طلع حلول قريبه جدا من بعض حلوه قوي نيوميريكال، خلاص بقى عندك الثقه خد بقى نيوميريكال في الحاجات اللي مش عارف تحلها. ماشي يا شباب. وطبعا كلمه ديفلوب دايما الناس بقى اللي هتشتغل ان شاء الله ريسيرش، انا عايز بقى اعمل بحث، فالبحث ده اعمله في ايه؟ والله في مشكله اتحلت بطريقه، حلتها بطريقه ثانيه، بطريقه ثالثه. فكون ان انت تتطلع لكذا طريقه هيبقى عندك الفلسفه بتاع ان انت ممكن تطور اكتر، لا ده طب انا ممكن اعمل كذا، لا دي عنده عيب في الحته دي طب انا هطورها كذا. اوكي فالنيوميريكال هتديك فرصه ان انت تعمل ميثودز جديده. نعم فديت الحاجات اللي هي موتيفيت ان احنا نستخدم حاجات النيوميريكال. بما ان هشتغل نيوميريكال فانا ما بطلعش حل اكزاكت، لازم بقى يا جماعه المصطلح ده يبقى مفهوم، اكزاكت سوليوشن وابروكسيميتد سوليوشن. الاناليتيكال هيطلع ايه؟ اكزاكت سوليوشن، لا الاناليتيكال تحليل لوج هيطلع اكزاكت سوليوشن، ولكن لو الحاجه دي ما لهاش اكزاكت سوليوشن هجيب بقى حل ابروكسيميتد. ف تعالوا بقى نشوف انواع الايرورز، ما هو طالما في ابروكسيميشن يبقى في ايرورز زي ما انت بتقول كده 2.9 × 10^3 في فرق قد ايه؟ طب دي ايه؟ احسبها ازاي؟ فيقول لك في حاجه بقى اسمها موديل ايرور. يعني ايه موديل ايرور؟ بيقول لك ار دو تو ذا فاكت ذات ذا ماثيماتيكال موديل يوجوالي از ان ابروكسيميشن اوف ذا فيزيكال رياليتي. بمعنى عندي بروبلم وانا عارف الاكزاكت سوليوشن ورحت اعمل لها ماثيماتيكال موديل، الفرق ما بينهم هو اللي بنسميه الموديل ايرور. يبقى الموديل الرياضي او الماثيماتيكال اللي انا عملته ايه الايرور بتاعه؟ طب ايه تاني؟ في حاجه اسمها ترانكيشن ايرور. ركزوا، عندي واقع عملت له ماثيماتيكال موديل اللي ما بينهم اسمه موديل ايرور. طب ترانكيشن معناها ايه؟ عندي ريال سيبك منه، عندي موديل، عندي كمبيوتر هيحل الابروكسيميتد ده، بس بما ان ممكن يدخل في انفينيتي لوب فبقول له بعد 20 50 ايتريشن ستوب واحسب، فده اسمه الترانكيشن ايرور. يبقى ترانكيشن ايرور بيقول لك ان هو نسبه الابروكسيميشن للماثيماتيكال موديل. حاضر، عندي بروبلم ليها اكزاكت سوليوشن وعملت لها ماثيماتيكال موديل، ماثيماتيكال موديل الاكزاكت سوليوشن ده اسمه الموديل ايرور. الماثيماتيكال دوت ممكن ياخد انفينيتي اتريشنز عشان يعمل، زي مثلا ماكلورين ما اعرفش 1 زائد اكس على 1 فاكتوريال زائد اكس 2 على 2 فاكتوريال، عارفين ده؟ يعني يا جماعه ممكن نعمل كده في حاجات كده ويقعد يقول لك كده زائد نقط، اقعد اشتغل هات ترمات، طب اوصل ستوب لغايه فين؟ فهقول له والله بعد 4 اتريشن 5 اتريشن 20 اتريشن ستوب. يبقى تاني ريال موديل وفي حاجه قلت ستوب كده، فده اسمه ترانكيشن ايرور. يبقى ترانكيشن ايرور ار ايرورز ذات ايمرج فروم ذا ابروكسيميشن
ماثيماتيكال موديل، حاجه تقريبا الماثيماتيكال موديل اللي عايزه. اخر حاجه بقى اللي هو الراوند اوف ايرور، ودوت اللي هو التقريب يعني. خلاص زي بالظبط برضو يعني ممكن الايرور ترانكشن ايرور والحاجات ديت، سوري الراوند اوف ايرور زي الاله الحاسبه ضربت رقمين بس رقم كبير جدا ومحتاج دقه جامده جدا، بس الاله الحاسبه مش هتعرف تطلع لي الا الرقم ده بس، فده اسمه الراوند اوف ايرور يعني بقرب. استيل هتكلم في الايرور لان انا بعد كده هتكلم على موديل وعايز احسب ايرور. ركزوا، عندي حاجه اسمها ترو ايرور ودي حاجة مش هعرف احسبها. ليه؟ لانه عايز يطرح الترو فاليو ناقص الابروكسيميتد فاليو. تاني يا جماعة انا عندي مشكلة بتتحل بإكزاكت سوليوشن، جربت نيوميريكال جبت ابروكسيميشن حسبت طلعت ترو ايرور، بس في الواقع احنا مش دايما هنحل الحاجات اللي بتتحل بالاناليتيكال، احنا اصلا بنلجأ للنيوميريكال للحاجات اللي مش عارف احلها، يبقى مش هقدر اطلع ترو فاليو. الريلاتيف ايرور هو ترو ايرور بس يعني بيطلع نسبه، طبعا هو ايه الترو ايرور على الترو فاليو، ترو فاليو اللي هو القيمه الصح والترو ايرور اللي هو الترو ايرور ده. بصوا يا جماعه الترو فاليو كانت 3 والابروكسيميتد فاليو 2، يبقى الترو ايرور كام؟ 1/10. ايه 3 ناقص 2.9؟ تاني زميلك كان بيقول ان الترو ايرور من شويه كانت 3 والابروكسيميتد كانت 2.9، يبقى الترو ايرور كام؟ طب يعني ايه بقى ريلاتيف؟ ريلاتيف دايما يا جماعه حاجه نسبيه يعني كام في الميه، فكاني هقول 1/10 على كام، وممكن طبعا اضرب في 100 عشان تطلع نسبه مئويه، يعني ممكن اضرب في 100 زي بالظبط انت جايب كام من كام، فيبقى انت جايب 70%، فده نسبه الايرور. طبعا انا بهدف ان الايرور يبقى 0%، انا مش بتكلم على تقديرك انا بتكلم على ايرور يعني اصغر. ماشي يا جماعه؟ يبقى الريلاتيف ترو ايرور يا جماعه ده يمكن في الغالب مش هنعرف نحسبه لان ما عندناش اكزاكت سوليوشن، او في الغالب البروبلمز اللي بنلجا ليها للنيوميريكال مش عارف احلها بالاكزاكت سوليوشن، فنلجا بقى لدوت الابروكسيميت ايرور. مين بقى ده؟ البريزنت ابروكسيميشن ناقص البريفيوس. الفكره بقى ان انا ايه كل ما اجيب حل اطرحه من الحل القديم واعرف البرسيشن بتاعتي قد ايه. مثلا واحد بيقول ان انا جبت دلوقتي الروت بتاعت المعادله 2.9، بعد شويه جابها 2.95% يطرح البريزنت ناقص دي، فدي تبقى الايرور اللي هو يقول لك اه انا كده في 5% بس اللي ايه اللي فيه فرق. وطبعا بالمثل الريلاتيف يكون ايه ده اهو على مين؟ البريزنت ابروكسيميشن. يعني مثلا في المثال بتاعنا الحي ده خلينا نقول كده ان ده البريزنت اللي هو 2.95 وده 2.9، يبقى الابروكسيميتد ايرور كام؟ مظبوط كده؟ اقسم بقى ده على فيحصل لي نسبه الايرور، لان انا بحسب الايرور الصغنطوط ده على الكرنت فاليو، لان الكرنت فاليو دلوقتي بعتبرها هو ده الحل الاكزاكت، ما هو ما فيش ايديا غير ده. ماشي يا جماعه؟ معلش نركز في السلايد دي مهم قوي لان ده اللي هنحسبه بقى. دايما هيكون عندنا حاجه اسمها old new، اعمل subtract new اهي new minus old على new، وممكن اضرب في 100 عشان احسب نسبه مئويه، هو ده الايرور بتاعي. فكل ما بتعمل iteration في الحل الايرور المفروض ان هو يقل، وطبعا لو كبر يبقى في حاجه غلط. طب امتى هستوب؟ لما الاقي ايرور انا ساتسفايد بيه، يعني تقول لي مثلا لو 0.001 اقل من كده ستوب ما تكملش.
طبعا انا ساتسفايد ان انا اوصل لايرور زيرو، بس ده في الغالب ممكن ما ينفعش يحصل. في حد عنده سؤال؟ الموضوع واضح؟ اوكي. هو بقى بيقول لك ان الاكيورسي اللي هو ده اللي هو الحل اللي هو بحسبه بالنسبه للاكزاكت اللي هو ممكن ما اعرفش، فطبعا ده احلى حاجه، او الابروكسيميتد ايرور اللي هو بيسموه البرسيشن. فبيقول لك ان الاكيورسي هاو كلوز از كومبيوتد اور ميجرد فاليو تو ذا ترو فاليو، اما البرسيشن هاو كلوز از كومبيوتد اور ميجرد فاليو تو بريفيسلي كومبيوتد اور ميجرد فاليو. يبقى مدى قرب الحل بتاعي للاكزاكت ده الاكيورسي، البرسيشن مدى قرب الحل بتاعي للحل القبلية على طول. اوكي. طب ودوت البايس اللي هو مقدار الديفيشن اللي هو انت بتنحرف قد ايه عن الحل بتاعك، والامبريشن اللي هو الماجنتيود اوف سكاتر اللي هو مقدار التشتت. وتعالوا نبص على الرسمه ديت. مش معنى ان البرسيشن حلو الاكيورسي تبقى حلوه، ممكن لا. فمحتاجين يعني بصوا هنا مثلا بيقول لك ايه، ده الايرور فيك ايه، الايرور اللي هو ده الابروكسيميتد ايرور. هاجم على الابروكسيميتد هنا ايرور ايه قد ايه، وهنا الابروكسيميتد ايرور قد ايه. يعني ايه ابروكسيميتد ايرور؟ الفاليو الجديده ناقص الفاليو القديمه. يبقى الابروكسيميتد ايرور هنا ماله؟ هنا كبير، وهنا الابروكسيميتد فاليو ايرور هنا صغير. فكل ما يكون الابروكسيميتد ايرور كبير كل ما البرسيشن بتكون قليله. فانا دايما بحاول ادور على النقاط اللي تبقى قريبه قوي من بعض، لان كده معناها انا ماشي صح، عمال اقرب من الحلو. وطبعا لازم ازود الاكيورسي كون ان انا اقرب من الاكزاكت سوليوشن اللي هو ده. في بعض الحاجات يا جماعه يقول لك ايه، البرسيشن هنا حلو وحش اللي هو هنا، انا بشاور هنا، البرسيشن هنا ايه، هو النقاط بعيد عن بعض ولكن هو مقرب قوي للاكزاكت سوليوشن، يعني في حاجات مقربه. اما هنا النقاط مقربه جدا من بعض والابروكسيميت ايرور كده، بس البرسيشن احسن لان النقاط قريبه من بعض ولكن هو بعيد عن الحل الحقيقي. فطبعا انا يهمني ان يكون، يعني انا يهمني اوصل هنا، يعني الاكيورسي تكون عاليه والبرسيشن كمان تكون عاليه. طبعا كل ما هوصل لدوت كل ما يكون الموضوع احسن. وطبعا خدوا بالكم ان كل ما النقاط تكون قريبه من بعض برضو ده حاجه كويسه. اوكي، نسيب بقى الجزء ده. يعني انا كاني هقسم المحاضره النهارده لجزئين. احنا كده اتكلمنا على الايرورز لان احنا بنتكلم على نيوميريكال وفي ايرورز، وبعد كده الجزء الثاني اللي هبداه دلوقتي تعالوا بقى يلا نحل مشكله كده ونشوف بقى يلا النيوميريكال بتتحسب ازاي والايرور. يعني وانس ان انت خدت محاضره في الحل ان شاء الله المعلومات دي يعني ارجع لها تاني هتلاقي الدنيا تمام. اوكي.